ابشر له. طيب عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. حياكم الله. يلا حيا. تفضل تفضل. حياكم الله. نحن واجهنا يا ابو تفضل حياكم الله. ونجيب شو اسمك خلال الخامس؟ ونعم. هلا والله. يلا حيا. والاستاذ ماجد بن بشير ابن مشخ ابن حمدي. والاستاذ فارس بن ثامر ابن الله حيك الله حيك الله حيك تفضل حياك الله. نعم نعم تفضل ابو ركان كيف الحال؟ حياك الله مبروك مبروك. تفضل تفضل السلام عليكم. تفضل هلا هلا السلام عليكم. تحت تحت مرحبا. هلا مرحبا. تعال على يسار. اي تعال يا ابو عرفه. تعال هنا يا تعال معي جنب. شلونكم عساكم طيب؟ الله يحييك الله يحييك. كيف الحال؟ حييك حياكم الله. عساكم ارتحتوا بخير الله يحييك. ثاني عندك تعال تعال جاي. سلم عبد العزيز. عبد العزيز سلم على الرجال. عبد العزيز هذا عبد العزيز شو اسمه؟ الاولي انت اخوي اقرب يا ربي ما تقول اقرب يجيب الله يرضى على اخوي. الاولي يحجلون البنات يحجلون يجي طال عمرك جدي مصلحها اهم شيء صبر وحكمه وقت وايد شر الرجال شر صرف رجال قوي ويحب ويحب ياخذ علم شريه ويحب من جماعتنا من بخل الناس هو مصير المطلق بيتغير بيحنن على ما ياخذها غلط ولا هو لا ينجرف ولا ينهان ويحجلون عيال عمها طال عمرك اثنين خلال يبغى يا يتيمة نعمة وين؟ ويتعزم 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 ويطول السنين ويتعلم سلمة وما هي عزم أنا ما أشتغل طالع عمرك يزيدون يخافون بالقوتين يخافون بعض وقال ما حزم وقال منها من خايف لا عادية ولا عادية أصلا حكيم ورجل حكيم عارف الطريق يلا يلا الشاطر يا أحمد المثبر وان جعل التالي حساس وضباب هم الحكوهم ومنعوهم على الشر ولا ترى من صابها الموت الضابط يلا شاطر يا احمد المثبر وان جعل التالي حساس وضباب هم الحكوهم ومنعوهم على الشر ولا ترى من صابها الموت اصاب التتلي تويلي تلها الداب الاسمر من جمع سمه على راسه نابه يجذب الهلي تسنى الكرك مصفر ثلاث اسبوع وكاملاتنا وجابع اهديه ومشده ومنظل على اسمر ضلعين يسمون السميه الذيابه لو ينشت يحبي على الصيد هاوجر كف الربيع وقام يثني رجابه لو ينشت يحبي على الصيد هاوجر كف الربيع وقام يثني رجابه ولو ينشت يحبي على الصايم افطر كف الصيام وقام يطرده عذابه لو ينشت يحبي على الهرشة أدبر الصبح سبيس وتو ما شفنا لو ينشت يحبي على الهرشة أدبر الصبح سبيس وتو ما شفنا بما يقول سمي يخليه يقول طعمه كما المر اللي اعتقب نفسها الحياة فدي عابر الشري الشري يسمع بطال عمرك واحد من عيال عمنا فارس من فضل الشطة في نجم اسمه ليشا من العلدي ويقول قصيدة تعوس مع الناس ويركب طال عمرك من السر جيلة الأبطال جيلة الأبطال ويركب طال عمرك يسوي يجي معلم طال عمرك والدرجة ترشح وبراحة الله رجلان وباخذها انا قلبها الله يرحمه
الكرام كرام ان تفهم اسرار الحياه ولا يسعد يا ابن الحلال يسمع في كلام كالزلال وخير الناس يسمع ما يقال علاك بطيبه واترك رداه تسمع في نصايح عند اخوك اخوك اللي ولد امك وابوك نصايح ما تداخلها الشكوك وصرفها كما صرف الجناه توثق في الحبال الواثقات حبال الدين ما هي واهيات تسرك في الحياه وفي الممات وحضرة تغلب برود الصلاة وشهر الصوم صوم يا ذهين ترى البشرى القوم صايمين جنان الخلد عند الحور عين ونهر السلسبيل العذب ماه وحج البيت واجب للمطيع إذا كان البنادم مستطيع تنسك واطلب الرب السميع ترى الرحمن ينزل من سماه ودين الله واضح للعبيد ذكرت أركان أهلي ما تحيد ومن يمشي على هن سعيد في يوم يعرف الجاني خطاه وبوصيك الثلاثة البيض دوم قصيرك كل ليل وكل يوم ترى جيرة على الطيب لزوم اللي حكت حصاة في حصاة وضيفك لنبدا في جنح ليل تهلل وفرش فراش جميل وقل له مرحبا ترحيب حيل عدد ملاح برق في سماء ترى بعض الرياجيل الخبوش لأجل الضيف حفش بالحفوش على الورعان والحرمة يهوش يطالب ذاك ويضارب هذا خوي الجنب له حق صحيح اللي أكده شحيح من شحيح وجم موقفك دون يا فصيح ليا نادى تلبي له نداء ترى هذه ثلاث طيبات موثقها من الناس الثقات هل التكميل والقول الثبات ورع العرب باعه واشتراه وربعك لنجبه وكصبر لهم ودربك لا يخالف دربهم يحدك وقت ولا حدهم وسلم العود من سلم اللحاه ولو منهم خبيث ما يطاق تنحى عنه ونوى بالفراق هذاك غراب ضارب النعاق ضعيف ما يساوي ظل شاه ولا جيت المجالس كن حشيم وضم العرف لا تغدي غشيم وترقي دومتك مثل عديم تهرج وترك لغيرك سراه ضعيف النطق من نطقه يبان يدوبح كن ما عنده لسان اللي منه سئل عن كل شان لسانه يلتصق فقصى جمال وختم القول صلوا يا حضور على احمد سيد الامه ونور وقولي لن حصل فيها القصور يوفيها العذر في من تعاه والله يتفاعل معها على المطوع هذا هذا من احفادها الخيبر القدام اي وانت انتبه الله يوفقنا واياك هلا لحظه انتبه احنا تقول من صلاه العصر الى المغرب انا كثير ان احنا ما ترى كل واحد يشرب اللبن اللي عنده ما فيها كلام كل واحد احلالكم كلها واحدة والله مجيكم لنا اليوم يشرفنا يا مرحبا يا شيخنا مقدم هذيل واجمل ترحيب الوفا بالشاطري بس واحد اظنك اليوم حسيت ترى انا والله لا والله ما تخرج نفسك لو كان عودوا على اكتبت لا 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 والله ما انا ولا اظنك ان شاء الله ضحيه قلت لبيب اللي انا بحت لبيب ما تدري يا خلاص خلاص يا شربت والله طاسه تم حالي والله شربت والله شرب اقسم بالله شرب فارس اشرب فارس كرمكم الله يا هذيلا صناديق
أكرمكم الله يا هديلة صناديد في حضن ولا شعر تاري خوام جاد في حضن ولا شعر تاري خوام جاد أكرمكم الله يا هديلة صناديد في حضن ولا شعر تاري خوام جاد أكرمكم الله يا هديلة صناديد في حضن ولا شعر تاريخ وامجاد في حضن ولا شعر تاريخ وامجاد شوف النشامى عندنا يعتبرعيد أقولها الله يبيض وجهه وبركاته يا جماعه خلاص هذا رئيس الرئيس الاعلامي للجنه هذي في كل مكان داخل المملكه وخارجها احنا نعتبر هنا الله ما العفراني يشكر على اهتمامه بموروث هذيل وتراث هذيل وحفلات هذيل في كل مكان في المملكة وخارجها فهذا شكر لك واجب يا العفراني انك تحمل عن كل هذلي تسلم تسلم خلاص.